مساء الخير. ايوه، هو حضرتك وصلت لحد فين؟ انا في الشارع حضرتك. وانت اكيد في الشارع برضو. الله، امال انا مش شايف حضرتك ليه؟ على فكره انا لسه ما قلتش لحضرتك النقطه اللي انت هتيجي تقابلني فيها. طب ما تقول لي يا فندم، انا اصلا تايه. انا عايز اقول لك بس اقرب مكان عشان ما تلفش كتير. بص يا سيدي، انت هتلاقيني جنب البستان. بس عرفته. تمام، ثواني وهكون عند حضرتك. مساء الخير يا فندم، نتمنى لحضرتك رحلة سعيدة. حضرتك تحب بونبوني؟ بونبوني. طيب حضرتك تحب يعني شيبسي بالخل والملح لو مهبط حضرتك؟ طيب حضرتك في حاجة ساقعة لو عايز تشرب حاجة ساقعة؟ في مقولة حضرتك بتقول إن ممكن تاخد جسمي بس مش ممكن تاخد قلبي. لا حضرتك خدت قلبي، والله حضرتك خدت قلبي. ألو؟ أيوة يا فندم، حضرتك فين؟ أنا وصلت عند النقطة. أنهي نقطة حضرتك؟ أنا واقف في نص النقطة. لا يا فندم، في نقطة مية في الشارع كده، بقعة دي، أنا وصلت عندها. لا أنا عند نقطة لزاجة، في نقطة لزاجة كده في الشارع أنا بتلزق فيها، بتزحلق عليها. بقول لحضرتك امشي على العنوان اللي على جي بي اس. جي بي اس؟ حضرتك بره مصر؟ حضرتك عارف يا أستاذ مرض كورونا ده مرض مقصود، مش مرض عادي كده، لا ده مرض مقصود، حد عامله. معلش عايز أرد على التليفون. ثواني بس، أنا هقول لحضرتك على حاجة، أصل لو مرض مش مقصود كنا لقينا له علاج، لقينا له بلوى سودة. يعني واخد لي بالك؟ واخد لي بالك انت ان التليفون بيرن؟ هات بس كده يا استاذ. ثانيه. الو؟ ايوه. لا الباشا مش فاضي. الكرسي مضايق حضرتك، ارجعه لك؟ طيب تحب حضرتك اطلعه لك؟ لا والله انا قصدي على الكرسي يعني حضرتك. طب ناخد الكرسي؟ خد الكرسي ليك خالص والله. طب ابني مازن اهو ورا، يعني حضرتك ممكن تاخده ليك والله، تبناه خده. موافق يا مازن؟ روح مع عمه يلا. ايوه يا فندم، انا كده وصلت اهو. يا اخي انت وصلت فين؟ وصلت لحد فين؟ حرام عليك، انا واقف في الشارع الشمس كانت قافايا، دوالي نزلت في رجلي يا اخي، حرام عليك. انت وصلت لفين قول لي؟ بعد الشر على حضرتك يا فندم. لا مفيش اي موت ولا اي حاجه، بس حضرتك انا وصلت عند اول حته خالص انا كنت واقف عندها، فحضرتك بقى اشرح لي من الاول وبالراحه واحده واحده كده. مش ناوي تعطف عينك وتشغل التكييف يا ريس؟ ليه يا استاذ؟ ما هو الجو حلو اهو. جو حلو يا باشا، ده درجه الحراره 40. مش احسن لما تكون 50 يا باشا؟ اقسم بالله انا شايف ريحه عرقك. ريحه عرق ايه؟ دي مش ريحه عرقك انت؟ حول ولا قوه الا بالله، اقسم بالله انا حران وعطشان خلقه. طب انا عندي فكره، انا همشي بسرعه. تمام. وانت طلع دماغك من الشباك، اهو الهوا يلطش في وشك، او اي مرايه عربيه تلطشك وتخلصنا منك. استاذه رشا. ايوه. اسمع على مسمى. يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني فيكي رشا كده. المهم هنروح على فين؟ هنروح؟ قصدي يعني يا استاذه حضرتك رايحه فين؟ رايحه مكان اللوكيشن زي ما عند حضرتك بالظبط. اللوكيشن موديني على سلينترو، ما تيجي نروح سلينترو؟ افندم؟ قصدي يعني يا استاذه جنب سلينترو. لا هو جنب ماك. حلو، يبقى نتغدى. لا انت كده بتعاكس بقى. لا يا استاذه في انا جعان عادي يعني. هناكل لقمة سوا. بص حضرتك، ده عقد العربية أنا كتبتها باسم حضرتك. والله، وحضرتك ممكن تاخد كليتي، والله، يعني كده العربية وكليتي وأوريدي حضرتك معاك قلبي، بس ما تنساش الخمس نجوم، أرجوك لو سمحت. مالك حضرتك؟ في حاجة؟ في نضارة شمس؟ اتفضل، لو ما تتضايقش خالص، أنا هروح مشوار ونبقى نتقابل تاني. الخمس نجوم والنبي، والنبي أنا اديتك كل حاجة.